السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد الفيلا اللي كيف ما كتشوفوا كاينه في موقع ولا اروع. هذا اللي مقابل معها راه هو ليسي محمد الخامس ديال اللي كيقراو فيه الكلاس بريبا، وهذه اللي كتشوفوا حداها راه هي الحديقه ديال جرده مردوخ معروفه، وهذه مقابله معاه هنايا راه ايكول بريفي شوها المعرفه، وهي هي هذه الفيلا يعني متراج كبيره ديالها، تجي كلينيك تجي بزاف المشاريع اللي ممكن تجي. نتوما عارفين 2 مارس وعارفين بان 2 مارس راه هو قلب الدار البيضاء، راه هو كل شيء، راه هو السونتر ديال السونتر ديال السونتر ديال الدار البيضاء، يعني بالنسبه لصحاب لي زافير وصحاب اللي باغيين يديروا مثلا مدرسه حره ولا باغيين يديروا يعني كلينيك ولا بزاف المشاريع اللي قدروا يجيو هنايا مميزين. والمهم راه هي هادي، هانتوما كتشوفوا الموقع مميز بزاف، راه غادي نقول لكم هنا راه لوكال راه حدا القصر الملكي، راه كاين بزاف الحوايج اللي مزيانين هنايا، بزاف الامتيازات كاين حداها لهاد الجهه داك حبوس، وكاينه ديك المكتبات ديال المحبوس، كاينه نتوما عارفين الحبوس راه هو يعني هو الـ هو الـ هو السونتر ديال الدار البيضاء، راه تما عارفين حدا القصر شنو كاين. والمهم انا راه تاكدت من ان التليفون خدام، لان بعض المرات كنحط الهواتف هكا، ولكن كي فاش كيتصلوا بهم يعني المشتركين اللي عندي في القناه تلقاو بانهم ما خدامينش، لكن هاد الهاتف انا تاكدت بانه خدام. انا ملي كنحط هكايا الهاتف ديال صاحب المحل ما كنحتاجش ندير انا الوساطه بيناتكم. والمهم نسال الله التوفيق للجميع، والمهم نتمنى التوفيق للجميع، وراه مشروع جد جد ناجح. اللي باغي يدير شي بروجي في الدار البيضاء هذا هو لو بون كوين، هذه هي احسن بلاصه، لو كالم، بزاف المزايا كاينين هنايا. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.